حنين شيرة حنون ويدوب. معكم ولد ولا أنطع منها. تفننوا فيها. جربناها مع الخبز المسلسل. أي شيء خفيف ناعم يسوي برمي. تناسق النكهات. ولأن ما تعرف كانوا يقدمونها بلوب للمعاريس أو بيوق العيد. سميناها خبيصة السفليه. نطبخها مع الشكر والهيل والزعفران. الدرابين الكويتية الهشة الخفيفة. جورميك كويتي. جورميك كويتي. ولا أروع من كذي. ماكو أحلى من الحلو، والحلو ياكل حلو. خنين شيرة حنون ويذوب. وماكو مثل حلوياتنا الكويتية اللي تحلي الريج وتطيب الخاطر. مزجناها بأفكار جديدة تزيد من حلاتها ونقدمها لكم بطريقة مزهلقة وراقية. جورمي كويتي يبنى حلوياتنا الكويتية الأصيلة ودمجناها مع أطباق عالمية معروفة. هقوتي إن صب القفشة من أساسيات المائدة الرمضانية، واليوم صب القفشة بنلحفه ببروفيترول، وعشان تكمل نطاعته بنزينه كاكاو. الفكرة اليوم شوكولات صب القفشة بروفيترول. صب القفشة الحلو الكويتي القديم، اليوم بنسوي جورمي. بحكم ان احنا صب القفشة حلو معروف وايد، هني بنسوي جورمي. انا استثنيت وصفة صب القفشة، بستخدم جاهز، فيكم تستخدمون اي وصفة انتم مرتاحين لها. الفكرة هذه فيها اكثر من وصفة. اول وصفة بنطبقها هي كريمة الهيل شانتي، بندخلها الثلاجة لأنها أول وصفة نبدأ فيها دائماً اللي تحتاج وقت للتبريد أو أي وقت للخبز. ثاني وصفة بتكون كراست بروفيترول لأنه يحتاج يقعد بالفريزر. آخر وصفة بتكون البروفيترول وعقب نحشيها بصب القفشة. خلونا نطبق أول وصفة مع بعض. كريسبي وخني. اللي نحتاجه حق كريمة الهيل شانتي أو شانتلي هو كريمة، بضيف معاهم شوية هيل، أغليهم على النار، بضيف الماء على الجيلاتين عشان أسوي جيلاتين ماس هالشكل، أنزلهم على الشوكولات، أتأكد إن الكريمة غلت مع الهيل، بحرك عشان لا تحترق الكريمة. كذي بلشت تغلي الكريمة، بشيلها أضيفها على الشوكولات. بحركها لين يذوب الكاكاو. بعدها أدخلها ثلاجة 3-4 ساعات، أغلفها ببلاستيك. لمن تبرد أحتاجها راح أخفقها بالمضرب الشبك وأستخدمها. بعد ما سوينا كريمة الهيل دخلناها الثلاجة، بنحضر أول خطوة بالبروفيترول اللي هو الكراست. راح أسوي شوكولات كراست. أحط الطحين، زبدة لينة بحرارة الغرفة. لاحظوا أن الكراست أنا أبي القوام يكون نفس السابلي عشان يتكسر معي بالفرن.
كاكاو بودرة، أبلش أخلط على سرعة بطيئة. هذا شكل الكراست عقب ما خلص. لاحظوا هني أنا ما أبي عجين، أبي يكون نفس السابلة أنا اللي أجمعه بإيدي، عقب بفردها على ورق زبدة. بعد ما فردنا عجينة الكراست فردناها بين ورقتين زبدة بهالشكل هذا، بهالرقة هذه وايد خفيفة. بي أقطعها باستخدام قطاعة، نفس القطاعة اللي بشتغل فيها البروفيترول على نفس المقاس أقطع فيها الكراست، لأنه بيكون فوق البروفيترول فلازم يكون نفس الحجم. هل أثناء هذه راح أدخلها مرة ثانية الفريزر، أحتاجها تكون جمدة على الآخر لما بشتغل فيها. أدخلها على الفريزر وأبلش أجهز البروفيترول. خليل شيرة حلول ويذوب. حضرنا كريمة الهيل، حطيناها بالثلاجة، وحضرنا الكراست اللي بنضيفه كطبقة شوكولات فوق البروفيترول. الحين كذي صار عندي خليط البروفيترول جاهز، بحطه في بايبينج باج بعد ما انطر عليه ساعة كاملة يرتاح، وابلش اشكله في صينية الفرن على السلفات. كذي صار عجين البروفيترول جاهز بعد ما نطرنا عليه نص ساعة او ساعة نقدر نشتغل فيه. باخذ صينية الفرن، الطحين، وراح استخدم نفس القطاعة اللي اشتغلت فيها وقطعت فيها الكراست. باخذ فيها شوية طحين واحدد حجم البروفيترول اللي انا بشكله. في سيلبات اللي هي هذه تكون جاهزة باحجام معينة، ببلش. لاحظوا البروفيترول شلون العجينة ثقيلة لانها اوريدي ارتاحت نص ساعة إلى ساعة. كذي الكراست صار جاهز، باخذه أحطه فوق البروفيترول
اللي أنا شكلتهم. عشان شي قلت لكم الشكل مو مهم، لأنه بياخذ الكروست من فوق. أضغط على الكروست، بعدها أدخلها دايركت على الفرن على حرارة 150. يفضل الديك أوفن، إذا ما في بنشتغل في مروحة أو كونفكشن. راح أخبزها على 20 درجة أقل لمدة 40 دقيقة إذا ديك أوفن، 130 لمدة 40 دقيقة إذا كونفكشن. وأي شيء خفيف وناعم بنسوي جورمي. هذا شكل البروفيت رول بعد ما خلص مع الكراست. دخلتهم بعد ما بردوا، دخلتهم للفريزر عشان أقدر أقطعهم بسهولة. باخذ واحدة أمسكها من فوق وأبلش أقطع، وأنا قاعدة أدور البروفيت رول عشان ما يخترب شكله أثناء التقطيع. الكراست طري، طبيعي أنه بينثر معاكم شوي. نفس المكرون، نفس فكرة المكرون، بخلي كل واحدة مع اللي فوقها عشان لما أي أطبق شوفوا البروفيت رول شلون مفرغ من داخل. البروفيت رول الصح لازم يكون في فراغ كامل من داخل. وصلنا للمرحلة الأخيرة بتطبيق فكرتنا. باخذ بعد ما بطلت أو قطعت البروفيت رول بالشكل هذا، عشان أتأكد إن وصفة البروفيت رول ناجحة معاي، أتأكد إنه يكون مفرغ بالكامل من داخل. وصفة البروفيت رول نجحت معاي. بعدها باخذ، إحنا هني الوصفة أو الفكرة غورمي كويتي، فباخذ كريمة شانتلي هيل، بحط شيء صغير داخل البروفيت رول. اخذ صب القفشه، انا سبق سويته على نفس المقاس، واحده واحده اخذهم بايدي واضيف لهم ديكور من كريمه الهيل. ما اكثر عشان اراعي الحجم اللي انا قاعد اشتغل فيه. تأكدوا إن كل شيء يكون بارد قبل ما تشتغلون الكريمة عشان ما تسيح معاكم. إذا كان صب القفشة حار أو البروفيت رول حار، بتلاقون الكريمة بتذوب معاكم. باخذ شوية هيل بهالمرحلة، أضيفه على الكريمة، أسكر البروفيت رول، صب القفشة شوكليت بروفيت رول، أضيف لهم ديكوريشن وأرجع أضيف شوية هيل. فكرتنا شوكليت صب القفشة بروفيت رول صارت جاهزة. سوينا مع بعض عجينة البروفيت رول، خبزناها، قصيناها، زيناها في كريمة الهيل وحشوة صب القفشة داخلها، زيناها بكريمة الهيل مرة ثانية مع كراست الشوكولات. غورمي كويتي، عليكم بالعافية. ماكو أحلى من الحلو. والحلو يأكل حلو. حنين، شيرة، حنون ويذوب.